عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هنتكلم النهاردة تاني على موضوع مهم قوي، موضوع المناعة، أمراض المناعة الذاتية، الأوتو أميون ديزيز. المرض ده كتير زاد قوي، وكمان يعني وصل للصغيرين اللي ممكن في مرحلة الابتدائي الإعدادي الثانوي ولحد الكبار. أمراض المناعة زي ما قلنا بتأتاك، جهاز المناعة بيأتاك أي مكان في الجسم، على حسب كل مكان ليه مرض معين، وهم كتير قوي ممكن عدوا 100 مرض. اللي هنحكيه النهاردة إن شاء الله هو يعني جنرالي، يعني عامة بيفيد كل الناس اللي عندها أمراض المناعة، ولكن سبيسيفيك يعني بالظبط كده للناس اللي عندها المرض المناعة في القولون أو الأمعاء، اللي هو الكرون ديزيز أو المرض القولون التقرحي. المرضين دول، وطبعا كل بقى امراض المناعه التانية بيمشي معاها نفس الكلام، بس دول بالذات عشان نظبط الامعاء. ازاي نظبط الامعاء والقولون؟ يعني بصراحه يعني طبعا هو من الامراض الصعبه قوي، حتى الموضوع ان المناعه بتاتاك الجسم، بتهاجم الجسم، دي يعني ما فيش نظريه بتقول ايه السبب، يعني نظريه مقنعه، يعني في نظريات كتيره قوي بس كلهم كمان في حاجات عكس بعض، فما فيش حاجة بروف ان هي ده هو ده السبب ان جهاز المناعة يأتاك جسمنا. طيب احنا ممكن نصلح المرض ده؟ هل ممكن نتعافى وبجد وسيريس بالاكل والطعام؟ يعني ان شاء الله يس. وهقول لكم على حاجة حلوة قوي حصلت لي من اسبوع، وقت ما كتير قوي كانوا حواليا حتى هنا في امريكا عندهم المشكلة دي، بلس ان الكومنتس بتاعتكم فيها ناس كتير عندهم المشكلة دي، كتير قرقني. وهل فعلا انا عارفة الطعام بيصلح الجسم، بس جهاز المناعة يتغير والالتهابات اللي بتحصل نتيجة مهاجمة جهاز المناعة للعضو دوت ممكن تروح وكله يتظبط الانسان؟ انا كنت عارفة بس يعني بتبقى فيها اسئلة كتيرة. طب الانسان هيتحمل قد ايه؟ طب وهيشوف النتيجة امتى؟ كل ده كنت بفكر فيه لحد ما قابلت واحدة أمريكية، يعني أنا كنت بعرفها من زمان بس عمري ما شفتها، كنت بعرفها كانت عندي على الفيسبوك. المهم اتقابلنا، فكنا بنتكلم، بتقولي لا أنا معايا ماي درينك في شنطتي اللي بشربه، أنا معايا هي أمريكية مسلمة من اللي أسلموا هنا من زمان، معايا الكيفر اللي احنا قلنا عليه اللي هو زي الزبادي ده. المهم فقلت لها، يعني استغربت قوي، يعني اوكي كيفر حلو وكل حاجة بس احنا مش عايشين اللي ماشيين بيه في شنطتنا يعني. فقالت لي عشان انا كان عندي لوبس. اللوبس ده من امراض المناعه الصعبه قوي برضو، بس فيها جهاز المناعه بيهاجم الجلد، وكان عندها بيهاجم الجلد والليفر كمان اللي هو الكبد. and then she told me ان انا خفيت بالاكل لما ظبطت حياتي. فانا طبعا يعني ريلي كانت جايه لي في الوقت المناسب، سبحان الله بجد خفيتي، طب ايه اللي عملتي واكلت ايه؟ المهم انا سالتها كتير قوي اسئله، وبعدين رجعت اتصلت بيها واخدت شويه استفسارات منها اللي كانت كتير بفكر فيها. اول حاجه هي كان عندها من وهي عندها 15 سنه، الدكاترة قالوا لها قدامك 10 سنين بس بليبت ولا لا، يعني بجد. وقالت لي كنت خلاص طريحة الفراش، يعني ما بقومش، ما بقيتش اروح المدرسة بتاعتي، كانت بتعمل رياضة، بطلت كل حاجة، عاشت على الأدوية. الأدوية بتهدي وتظبط وترجع تاني تجيلها الحالة أسوأ، بيغيروا في الدواء، بيغيروا في الجرعة. المهم عاشت 7 سنين بالأدوية وما كانش فيه نتيجة حلوة. and then بعد 7 سنين دي راحت، اللهم صل على محمد، شافت تقريبا دكتور تغذيه، انا دي النقطه دي مش فاكراها قوي، ولا هي عملت بدات تعمل سيرش، كان وقتها عندها حوالي 22 سنه. فبدات غيرت اكلها كله، بطلت الاكل، ما فيش دكتور قال لها بطلي كذا وكذا وكذا وكلي كذا، اتس اوز كله دواء يعني. بطلت كل حاجه، قالت لي بطلت كل حاجه تخص الالبان، بطلت كل حاجه تخص القمح، وكمان الجرينز كلها يعني الحبوب كلها مش بس القمح. في حالة ان انا بيكون عندي المرض جامد لازم الاول اعمل تنظيف، يعني كل حاجة ليها علاقة بالقمح او علاقة بالحبوب نبطلها لحد ما ان شاء الله بنشوف نتيجة حلوة. بطلت كل الحاجات دي، وبعد ما بطلت الحاجات دي كلها
قلت لها طب شفتي النتيجة امتى؟ يعني امتى حسيتي انك انت ماشية في الطريق الصح؟ قالت لي اول حاجة انا صمت 3 شهور كنت عايشة على عصير الخضروات. انا عملت لكم فيديو عن الخضروات اللي ممكن نشتريها ونعملها عصير، هنزلهم الاثنين مع بعض ان شاء الله، وطبعا كل واحد في البلد اللي متوفر فيه ورق اخضر بيعمله، وهنقول العصير ازاي هيتعمل للي عنده مشكلة في القولون اور الامعاء طبعا. اللهم صل على محمد. دندن قالت لي انا بس كنت عايشه على دول والميه بالليمون، وكانت ما كانتش بتاكل بروتين الا قليل قوي. اوكي، بس طبعا اللي هيصوم ده لازم يكون متابع مع دكتور تغذيه عشان خاطر ما يتعبش قوي. اور يعني انتوا ممكن تكونوا في الميدل، ما تاخدوش صيام قوي قوي كده وصعب كده، بس ميه وليمون وعصير اوراق خضره. ممكن تبداوا بحاجات بسيطه، مثلا اخد اللوز، اللوز حلو قوي بس ابيته من بالليل في ميه 12 ساعه لحد 24 ساعه، يعني ممكن من 12 ساعه ابدا اكله. طبعا الميه بتاعته لا، اللوز بيدينا بروتين وبيدينا معادن كتيره قوي ومفيد. مثلا هاخد اللوز اور الجوز مثلا، وكل واحد يعني اللي نفع مع ده ممكن ما ينفعش مع الشخص التاني. بتشوفوا ايه الحاجه اللي انتوا ما عملتلكوش مشكله. العصير الاوراق الخضراء كلها اللي فيها فايبر بقى، فيها اللي هو الالياف، اللي عندهم القولون التقرحي اور عندهم الكرونز ديزيز، بلاش حاجه فيها الياف او بذور. اي حاجه فيها بذور او الياف او الياف بتخلص منها. يعني مثلا هجيب العصارة العصير، مش الخلاط اللي هو الميكسر العادي، وهعمل العصير. اوكي، بيطلع لي الفايبر لوحده اللي هي الالياف، والعصير جوس لوحده رايق، زي اللي بيعصروا الجزر كده في المحلات، تشوفوا الجزر لوحده ما فيهوش الالياف بتاعته دي، حلوه قوي. اللي ما يقدرش يجيب العصاره دي ممكن يعصره في الخلاط عادي، عندن يصفيه فيري جود، يعني ياخد بس الميه بتاعت العصير. ودي طبعا بتتاخد على معده فاضيه، ممكن طول اليوم ابدا اخد وانوع. انا جبت لكم الفيديو هتشوفوه ان شاء الله، انوع ايه، ادخل برتقان اخضر مع مثلا شويه اوراق خضراء، سبانخ، ممكن بقدونس، كيل، وات ايفر ايه متوفر عندي في البلد. ممكن وحده بيت اللي هو الشمندر احط واحده معاهم، ايه المتوفر، وابدا اغير لحد ما الاقي العصير اللي انا حاسه ان هو كويس ليا. طبعا الموز ممكن يتاكل، حلو قوي، بيدينا يعني بيدي باور كده وطاقه في اليوم اللي فيه الصيام ده، وقت اللي هو بعمل كلينس لكل حاجه. قلت لها طب لما عملتي الصيام شفتي النتيجه اللي انت حاسه انك ماشيه صح امتى؟ قالت لي في خلال اسبوع بدات احس بالتحسن، في اول اسبوع من الصيام. بعدين البروتين بقى لما بدخلته في حياتها، قالت لي انا امتنعت عن كل البروتين الحيواني والنباتي، ولا فراخ ولا 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 لحوم ولا اي حاجه تخص الاكل ده، حتى الاسماك. اللي كنت باكل بقوليات قليل قوي، اللي هي بينز بقى، اي نوع من انواع البينز. بس طبعا اي حد هياكل بقوليات لازم يحطها في ميه من بالليل على الاقل 12 ساعه، تبات في الميه، بكب الميه وبغسلها كويس قوي، وبعدين اسلقها عشان اتخلص من اي حاجه ممكن تعمل لي مشكله في الامعاء. الكركم هيفيد ناس كتيره قوي، بس ممكن حد هيقول الكركم ما فادنيش، زي الشاي الاخضر مثلا مفيد قوي لناس كتيره، بس سام تايمز بيحفز جهاز المناعة تو اتاك مور لناس معينة. فأنا مش هاخد أي حاجة مسلم بيها، كركم حلو قوي وباخده هو على طول كل يوم. أنا أبدأ بحاجة بسيطة قوي، أشوف أنا ماشي حالي أوكي، أنا ماشي في طريق الصح أكمل فيه. لو لقيت الكركم مش كويس معايا يبقى مش ظابط معايا. الشاي الأخضر نفس الكلام، أي حاجة هتضيفوها كده في الفترة دي، يعني ممكن تاخدوا مثلا زنك، السيلينيوم، حاجات بسيطة، بلاش المالتي فيتامين اللي هي الفيتامينات، كل الفيتامينات، يعني بلاش أي عبء على الجهاز الهضمي ولا على الكبد في الفترة دي لحد ما الجسم يبدأ ينظف نفسه. إن شاء الله الكل ربنا يشفيه ويعافيه، وكل الأمراض الخاصة بجهاز المناعة بالصيام ده وبالتنظيف ده. أنا لما شفت الحالة دي قدامي يعني بصراحة كأنها جات لي هدية من عند ربنا. أنا كنت عارفة إنه الجسم بيعمل كده، بس ما كنتش عارفة المدة ممكن تكون قد إيه. الإنسان ممكن يتعب قوي، يجيله يبقى في ردة فعل قوية قوي للتنظيف دوت، تتعبنا. فهي اللي كده مشيت، ماشي حالها كويس قوي. أول ما بدأت، أول ما وقفت كل الحاجات الضارة اللي إحنا قلنا عليه، طبعا الدقيق الأبيض ده أصلا كده كده هو هيكون واقف، والسكر وكل حاجة ملهاش، والمخبوزات. هي فترة صعبة في الأول، بس انتوا دايما تخيلوا ان انتوا ان شاء الله
لما هتعملوا كده هترجعوا صحتكم زي الاول وحلوين قوي، كل حاجه كويسه ان شاء الله. كل مريض يا رب امين. فده بيخلي عندكم امل وتتحملوا. اصلا الاكل التاني ده هو ريلي اصلا فيه ضرر، يعني الناس اللي بتاكل مخبوزات وسكر هي مش بتاكل صح، والناس اللي هتبطلها هي اللي مريضه. بس المفروض في ناس عايشه بتاكل بس خضار، الناس الفيجيتيريان بياكلوا بس خضار وعصير خضار وكل حاجه تخص الخضار، البروتين بتاعهم خضار يعني بقوليات، حمص مره، فاصوليا، لوبيا، واتيفر، وعايشين فيري جود وما جرى لهمش اي حاجه خالص. يعني كل الحاجات دي ان شاء الله ممكن تظبطكم حلو قوي. من اكتر بقى الحاجات الحلوه قوي اللي انا ما قدرتش احطها في الفيديو بتاع اللي هنزله مع ده، اللي بتعمل هيلينج ومش كتير اتكلموا عليها، بتظبط لنا قوي الامعاء والقولون اللي فيه مشكله كبيره قوي. يعني من الحاجات الحلوه قوي المعجزه اللي فيه، انا قريت في ريسيرش ان في حد عمل يعني القولون التقرحي شافوا تماما منه من البس الصبار الالوفيرا بس، ما عملوش اي حاجه غير ده، وطبعا بطلوا الحاجات الباد الصبار. طبعا انا جبت الفيلم ده كله عشان ابين لكم ازاي تعملوه عصير. هو في الاول هيكون صعب قوي انه انتوا تاخدوه، بس ابداوا بحاجه بسيطه قوي. لو خدت معلقه منه وعملتها عصير مع عسل وميه، كوبايه ميه مع معلقه بس من الصبار كبدايه، يعني ستيب باي ستيب، واحط معاها ممكن شويه ليمون عشان تضغي على الطعم بتاعه، هيمشي الحال جدا ان شاء الله. النكست ستيب هتلاقي نفسكم بتحطوا مور صبار وبيمشي الحال لحد ما تاخدوا كوبايه عصير صبار مع عسل مع شويه ميه ان شاء الله. الصبار ده من الحاجات الرائعه لكل الناس، كل الناس السليم واللي غير سليم. انا اتعرفت عليه من سنين قوي لما جيت هنا، عمري ما عرفت ان ممكن الصبار ده اللي هو مشهور بالمرارة ان ممكن ده الناس بتشربه هنا عادي جدا. يعني شفت واحدة كانت بتشتريه وانا كنت حاسة انه في سر فيه، بعدين سألتها قالت لي ده اول ما يجي الشتاء على طول بندي لي ولادنا مع العسل، وده ما بيخليهمش يعيوا ابدا. اتس ريلي فيري باورفول، وفي الكلوروفيل، في الفيتامينات، في المعادن، الماده الهلاميه اللي فيه دي فيري جود للامعاء اللي عندها مشكله الملتهبه. فيكون يوميا ان شاء الله، حتى لو انا يوم استغنيت عن عصير الاوراق الخضراء اتس اوكي، بس اخد صبار. في شركات اعتقد بتعمل الصبار عصير، بس لازم تراعوا انه ما يكونش فيه اي اضافات، ممكن بس صبار الجيلي بتاع الصبار ومعاه عسل، وما يكونش فيه عليه لو لقيتوا النوع ده يبقى حلو، او ميه ممكن، بس غير كده عليه اي ماده حافظه ما تشتروهوش خالص. هتشتروا الصبار ان شاء الله، السكينه العظيمه دي عشان اقطعه، لانه هو انا اول مره عملته من حوالي 5 سنين، وعملته في محاضره لما قطعته كان ريحته مره، يعني ريحه المراره بتشموها، بس حاجه تستحق في الاول، اول مره في خضه كده، بس بعد كده هتتعودوا. اول حاجه احنا شلنا كل الشوك، انا مجهزاه عشان ما اخدش وقت طويل، كل الشوك اللي في الجناب ده قطعته بالسكينه وشلته كله، كل الشوك ده. وبعدين هنبدا نفصل الورقه الخضراء الجزء الاخضر ده عن الجل، هطلع الجل منه قطعه قطعه، يا رب يكون واضح وظاهر. انا اول مره اصور هنا فاتحملوني بقى لحد ما تظبط عشان نعمل اكلات في رمضان، فان شاء الله تظبط بقى بعد كده تبقى احسن شويه. اوكي انا طلعت كل الجل بتاع الصبار الحلو ده. في حد عمل جوز ده من الناس الساينتست المهتمين قوي بالصحه، كان بيعمله بس بيشيل الشوك اللي في الجناب ده وبياخد الصباره كلها يعصرها ويشربها بالهنا والشفاء، يعني حاجه بكل بالغطا اللي بره ده. فطبعا كل واحد وقدراته، انا لو عملت الجل يبقى رائع. فطبعا ان شاء الله كل الناس اللي عندهم كرونز ديزيز وعندهم اللي هو القولون التقرحي اللي هو ألسر كولايتيس، هيبقى فيري فيري جود ليهم ان شاء الله، فيري جود. شوفوا الجل ده از هيلينج، يعني شفاء ان شاء الله، ربنا حط فيه شفاء جامد قوي. احنا كتير حاجات في بلادنا ما بنعرفش عنها، وممكن تكون حوالينا، ممكن تكون في بيتنا، تخيلوا هي شفاء جامد قوي واحنا ما بنعرفش. كمان في حاجات مزروعات كتير هقولها لكم بس في الدول العربيه، وهي رائعه هنا، بتتباع كبسولات لانها رائعه وقويه جدا. اهو
طلعنا كل الجلد من قلنص كنت مجهزاه بس مش مجهزاه قوي عشان تشوفوه ازاي شكله. بسم الله الشفا ان شاء الله لكل مريض يا رب. ادي الجل بتاعه كله كده هنحطه. طبعا عيشوا بقى حياتكم بقى، انا عمركم هتلاقوني لابسه جلافز ولا اي بلاستيك بستعمله في اكلي ولا مطاط، احنا مش ناقصين، مفيش احسن ولا اصح من ايدينا. ادي الجل هناخده بقى كله، هننضفها بقى كلها، ناخد الجل كله الجميل ده التحفه ده. وطبعا الجل ما فيهوش مراره ذات ماتش زي الجزء الاخضر اللي هو فيه المراره اكتر حاجه، فمش هيكون صعب قوي. هحط كله في الخلاط وهحط عليه عسل، وهحطه انا طلعت جل دلوقتي كله وهحط عليه عسل واشيله في الثلاجه واسحب منه لحد ما ابدا اتعود عليه، معلقه مع العسل مع ميه مع ليمون. ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده ومن الصبار، واشوفكم فيديو تاني، وشكرا والسلام عليكم ورحمه